أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل، وفيها لا نتدخل ونفتح أبوابنا ونوافذنا من أجل أن تدخل حمم هذا البركان إلى لبنان. استمرار التحقيقات في تفجيري الرمش والطيوني، والجيش يعثر على مواد متفجرة في فنادق. نسبة الإشغال من 82 نزلت ل 59-60. تراجع في نسبة الحجوزات ومغادرة قسم كبير من السياح العرب والأجانب بسبب الوضع الأمني. كاري بحث أزمتي العراق وسوريا مع خادم الحرمين، وواثق بقدرة المعارضة السورية المعتدلة على التصدي لداعش. صباح الخير. الاستنفار والإجراءات الأمنية المستمرة بعد التفجيرات الأخيرة تعكس مناخ الحذر القائم خصوصا على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يبدأ غدا، وقد أقدمت بعض الجمعيات ولا سيما في بيروت والضاحية الجنوبية إلى إلغاء إفطاراتها تحسبا لأي عمل إرهابي جديد. أما أبرز المعلومات المتوافرة حول قضية فندق ديروي، فقد أفادت أن التحقيقات تتركز على دور المطلوب الثالث في الشبكة الذي عمم الأمن العام صورته، وهو المنذر الحسن من عكار باعتباره مزود الانتحاريين اللذين ضبطا في الفندق، وصلة الوصل بين تنظيمي داعش والنصرة والانتحاريين الذين يرسلهم التنظيمان إلى لبنان. وأشارت هذه المعلومات إلى أن الحسن كان يتولى ترتيب كل التسهيلات للانتحاريين وتزويدهم بالتفجيرات، وتحديدا بالنسبة للأهداف لتنفيذ عمليات التفجير. ونقلت عن شهود عيان أن الحسن التقى الانتحاريين قبل 4 أيام من دهم فندق ديروي وخرج برفقتهما، علما أن الانتحاريين السعوديين قدما إلى بيروت من إسطنبول. وكان أمس قد شهد سلسلة أعمال أمنية متفرقة، وقد أعلنت قيادة الجيش عن العثور على مواد متفجرة وأخرى تستعمل في تجهيز الأحزمة الناسفة في بلدة فنيدق، كما تم الاشتباه بحقيبة في ساحة حلبة تبين خلوها من أي مواد مشبوهة بعد الكشف عليها من قبل الجيش. بعد لواء أحرار أهل السنة بعلبك، تبنى تنظيم آخر يدعى ولاية دمشق القلمون التابع للدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التفجير الانتحاري الذي حصل في فندق ديروي في الروش مساء الأربعاء. واعتبر التنظيم في أول تغريدة له على تويتر أن التفجير يستهدف مجموعة أمنية تابعة للأمن العام الموالي لمن وصفه بحزب الشيطان على ما جاء في البيان. هذا التبني المزدوج يفتح الباب على واقع طفرة المجموعات المتطرفة التي تظهر فجأة الرأي العام معلنة تبنيها تفجيرات وعمليات انتحارية من خلال العالم الافتراضي. وسط هذه الأجواء نشرت عدة صحف تسريبات من التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الموقوفين في تفجير الروشي، جاء فيها أن الانتحاريين اللذين ضبطا في فندق ديروي كانا يحضران لتفجير مطعم الساحة الملاصق لمستشفى رسول الأعظم في الضاحية الجنوبية. وأشارت المصادر لأن الخطة كانت تقضي بأن يفجر الانتحاري الأول نفسه داخل المطعم على أن يدخل الانتحاري الآخر بعد تجمهر المواطنين، بما يضمن وقوع عدد أكبر من الضحايا، لافتة إلى أن الموقوف الذي يجري التحقيق معه وضع العملية بإطار الصراع الذي تخوضه المجموعات الإرهابية مع حزب الله والبيئة الحاضنة له. أمنيا أيضا قطع الجيش الطريق المؤدية إلى كورنيش المزرعة محيط جامع جمال عبد الناصر لبعض الوقت إثر الاشتباه بحقيبة قرب أحد مكبات النفايات، وقد تبين بعد كشف الخبير العسكري عليها أنها خالية من المتفجرات. بالانتقال إلى عكار، أعلنت قيادة الجيش أن قوة دهمت قطعة أرض عائدة للموقوف محمود خالد في بلدة فنيدق، حيث عثرت على كمية من المواد المتفجرة وقذائف الهاون والحشوات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الكرات المعدنية التي تستعمل في تجهيز الأحزمة الناسفة، وقد تم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص للإجراء اللازم. في عكار أيضا اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول السراي الحكومي في حلبة وعند المساجد الرئيسية والتقاطعات والطرق التي تشهد حركة سير الناشطة، وتم استخدام الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش. وفي صيدا شهد حي الزهور توترا شديدا بين عناصر ما يسمى بسرايا المقاومة التابعة لحزب الله وشباب لجنة مسجد الأرقم والجماعة الإسلامية، تخلله إطلاق نار في الهواء، كما تخلله ضرب بالعصي،
هذا التطور استدعى تدخل الجيش وفرع المعلومات وباقي الأجهزة الأمنية للفصل بينهما وملاحقة مفتعلي الإشكال. التوتر هذا يأتي إثر إشكال وقع مساء الخميس بين الجانبين على خلفية إقدام عناصر من السرايا على إزالة لافتات وزينة رفعها شباب المسجد لمناسبة شهر رمضان المبارك. وفي السياق الأمني أيضا، تعرضت وحدة من الجيش اللبناني مساء أمس إلى إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة الليلك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي التفاصيل أن إشكالا كان قد وقع في المنطقة بالقرب من مطعم زين الدين وأسفر عن سقوط جريحين من آل زعيتر، ثم ما لبث أن تطور الإشكال إلى إطلاق نار على عناصر الجيش بالتزامن مع قطع طرق بالإطارات المشتعلة عند مفرق الليلك على خلفية عملية توقيف المشتبه به وسام زعيتر. الوضع الأمني أدى إلى تراجع في نسبة الحجوزات في الفنادق وإلى مغادرة قسم كبير من المغتربين والسياح العرب والأجانب. التقرير لربيع شنطة. صحيح أن التفجيرات الأخيرة وما سبقها وما تلاها من مداهمات لعدد من الفنادق قد أثرت سلبا على الموسم السياحي، لكن الصحيح أيضا أن هنالك مبالغات كبيرة في قول البعض إن هذا الموسم قد ولد ميتا. نسبة الإشغال من 82 نزلت لل 59-60 يعني. هل الفرق هيدا ببرهن إنه ما صار في هجرة كبيرة للسواح اللي كانوا موجودين، وهذا منعلله نحن إنه الخبر بالداخل أصغر بكتير من الخبر اللي بيطلع للخارج. منا نشوف خيب، بتعرف الاخوان العرب ما بيحجزوا الا اخر دقيقه تقريبا. نسبه التسويق برمضان قد ايه حتكون؟ راح تكون تقريبا بال 20%، يعني انقص 5% من السنين الحلوه تبع لبنان. لا شك ان نسبه لا يستهان بها من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب والاجانب قد غادروا لبنان بعد الاحداث الاخيره، لكن لا يزال كثيرون مصرين على البقاء. صار لي 10 سنين عايش بدبي. يعني ما خفت تجي على لبنان؟ لا ما في خوف، العائلة هون فدائما بنجي هون. هيني انت جيت هاي السنة؟ من شي جمعة قبل التفجيرات قبل التفجيرات، بس نحن بالمناطق يعني اذا كنت بعيد 5 دقائق عن التفجيرات الحياة بتضل عادي مثل ما لاحظت. بالنسبة للعرب يعني لازم كمان يتعودوا يعرفوا شو الوضع هون، بصير في مشاكل شمال يمين، بس البلد يعني 90% ولا 95% منه ظابط. من الكويت. ما خفتوا تجوا على لبنان؟ منين جاي حضرتك؟ من أستراليا. تعب تقول لحدا يجي وهيك عم بيصير، يعني ما بيكون جاي مبسوط. You know؟ بدك تجي، انت جاي على هوليداي، منك جاي تتعب روسك اكيد. منك ايش البشر سهم مبسوطة عم تروح عم تجي عم تتسلى عم تمصيد، بس ما بتعرف اي ساعة الضرب منين بيجي. في النفق المظلم هنالك بقعة ضوء، وتبقى التمنيات ببركة شهر رمضان المبارك ان تتسع هذه البقعة اكثر فاكثر. من المؤكد أن شظايا التفجيرات الأخيرة قد أصابت الموسم السياحي بالصميم، والترميم يحتاج إلى وقت على أمل أن يتحسن الوضع في عيد الفطر السعيد شرط توقف النزيف الحاصل. من برمانة ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. وجه البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الرعا انتقادات حادة إلى مجلس النواب والحكومة، إذ حض النواب على الكف عن الإمعان في طعن الدستور والميثاق الوطني بحرمان الجمهورية اللبنانية رئيسا يطفي الشرعية على جميع مؤسسات الدولة. وقال الراعي إن البرلمان ملزم بالانعقاد الدائم اليومي لكي ينتخب رئيسا للبلاد، ولا يحق له أن يلتئم أسبوعيا أو كل أسبوعين وأن يتمادى في عدم القيام بواجباته، كما لا يحق للحكومة أن تجزئ صلاحيات رئيس البلاد. وحمل الراعي المجلس والحكومة مسؤولية تعطيل شؤون المواطنين وحاجاتهم وتردي أوضاع لبنان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. الرئيس فؤاد السنيور أكد بدوره أن الأوضاع المتفاقمة في المنطقة يجب أن تسهم في صب كل الجهود لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك يسهم في حفظ لبنان واللبنانيين ويبعدهم عن كل الأثار السلبية التي تجري من حولنا. موقفنا منذ زمن طويل بأننا نستنكر وندين هذه الأعمال الإرهابية التي لا تمت لأي شيء يتعلق لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بالمعايير والمبادئ السامية التي درج اللبنانيون على التمسك بها، وهي هذه الأعمال تضر بالأبرياء بدون أدنى شك. لكن
لابد لنا في هذه في هذا المجال من أن نقول بأن هناك عملا قد ارتكب وما زال يرتكب حتى الآن، الذي يأخذ البلاد إلى حقول ومجالات لا تنفع معها على الإطلاق، يعني ولا تصب مصلحة اللبنانيين، لأنها فعليا تورط اللبنانيين وتورط لبنان في أمور نحن بغنى عنها. وهذه تتمثل بالدور الذي يلعبه حزب الله في تورطه في سوريا ومشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري ضد المواطنين السوريين. هناك بركان ثائر في المنطقة العربية، ولذلك أسبابه ومسبباته وأخطاؤه ومعالجاته، فقد لا يكون باستطاعتنا أن نغير شيئا من هذا البركان، ولكن الهم الأكبر والدور الأكبر الذي يجب علينا أن نقوم به في أن لا نتدخل ونفتح أبوابنا ونوافذنا من أجل أن تدخل حمم هذا البركان إلى لبنان. وهذا الأمر هو بالتوقف عن التدخل فيما يجري في سوريا وفي العراق وفي بلدان أخرى. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رفضية تمديد للمجلس النيابي، وإذ جدد التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس مشروع للجمهورية. أعرب جعجع في الوقت نفسه عن تمسكه بوجوب إتمام الاستحقاق النيابي في موعده وفق القانون المختلط نسبي أو أكثري لتصحيح التمثيل وحماية الميثاق وإنقاذ الجمهورية. أبلغ مصدر فرنسي رفيع المستوى مراجع داخلية أنه لا يرى نضجا للاستحقاق الرئاسي قبل الخريف المقبل، علما أن ثمة اتصالات ناشطة لتحييد لبنان عن انعكاسات التطورات الأمنية في المنطقة. وفي هذا السياق ذكرت صحيفة النهار أن اجتماعا لفريقي عمل الخارجيتين الفرنسية والأمريكية قد انعقد في باريس لتداول الملف اللبناني بعد النشاط الذي قام به وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ونظير الفرنسي لوران فابيوس في هذا الاتجاه. غيب الموت رئيس الحكومة الأسبق رشيد الصلح مساء أمس عن عمر ناهز 88 عاما، عين خلالها رئيسا للوزراء مرتين، كما تسلم النيابة عن بيروت في دورات تشريعية عدة. وقد نعت رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة الرئيس الراحل، وسيصلى على جثمانه عصر اليوم السبت في مسجد الأوزاعي ويوارى في الثرى بجوار مقام الأوزاعي. في النشرة بعد الفاصل، المفتي الشعار يدعو للالتزام بقيم المحبة والتسامح والابتعاد عن التقاتل. أهلا بكم من جديد. برزت بالأمس جلسة المحادثات التي عقدها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وكشفت مصادر دبلوماسية للمستقبل أن هناك مساعي دبلوماسية لبنانية في سبيل دفع المجموعة الدولية باتجاه تشجيع عودة الرعايا السوريين إلى مناطقهم الآمنة. الانتخابات الرئاسية وكيفية إنجاز الاستحقاق في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع النازحين السوريين، كانت محاور بحث في اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث استقبل السفير الإيراني الجديد محمد فتح علي الذي أكد أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق لبناني. وكما تعرفون فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي عناية خاصة للمحافظة على سيادة لبنان وهدوئه وأمنه واستقراره. من جهة أخرى، بحث باسيل مع السفير السوري أوضاع النازحين السوريين في لبنان وكيفية تسوية أوضاعهم. كذلك بحث باسيل مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في آخر التطورات على صعيدي الانتخابات الرئاسية وكيفية مساعدة لبنان لمواجهة أزمة النازحين. دعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار للالتزام بقيم المحبة والتسامح والابتعاد عن التقاتل. ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، علق الشعار على التعميم الصادر عن بلدية طرابلس لعدم مجاهرة غير الصائمين بتناول الطعام، مؤكدا أنه لا يلزم أحد وأن لا نية لأحد بإقامة دولة دينية في لبنان. أكرر المناشدة إلى جميع مرجعياتنا الإسلامية والمسيحية
والسنية والشيعية أن يسارعوا إلى عقد مؤتمر حتى نلتقي على كلمة سواء. نحن نعلن دائما أننا مع الدولة، أننا مع الجيش، أننا مع قوى الأمن، أننا مع السلام، أن الدولة لا يجوز أن يكون فيها سلاح واحد إلا سلاح الدولة. عقد اللقاء الوطني الإسلامي اجتماعا في منزل النائب محمد كبارة بمشاركة كامل أعضائه ورئيس هيئة العلماء المسلمين على رأس وفده. وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، فقد استنكر الاضطهاد الأمني الذي تتعرض له طرابلس وأهلها مطالبين بإغلاق سجن الريحانية. وقد أثار المجتمعون مطالب طرابلس الإنمائية داعين رئيس الحكومة إلى متابعتها شخصيا ورفع الاضطهاد الإنمائي ومساواة أبنائها أقله بغيرهم من اللبنانيين. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. ممثل السيستان يدعو للإسراع بتسمية رئيس للحكومة العراقية. أهلا بكم من جديد. احتلت الأزمتان العراقية والسورية حيزا واسعا من محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي غادر جدة من دون الإدلاء بتصريح. بعد جولة مكوكية في دول الشرق الأوسط، حط وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في المملكة العربية السعودية، حيث أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تناولت الأزمتين السورية والعراقية وملف إيران النووي. كاري وبعد وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة حيث كان في استقباله نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة بعد ساعات على طلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس تقديم 500 مليون دولار لتدريب المعارضة السورية المعتدلة وإمدادها بالمعدات. وأعلن كاري أنه بإمكان المعارضة السورية المعتدلة أن تلعب دورا في صد مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام ليس في سوريا فحسب وإنما في العراق أيضا. وأضاف كاري أن الجربة يمثل قبيلة تنتشر في العراق وهو يعرف أشخاصا هناك، كما أن وجهة نظره وكذلك وجهة نظر المعارضة المعتدلة ستكون مهمة للغاية للمضي قدما، مؤكدا أن الولايات المتحدة في لحظة تكثيف الجهود مع المعارضة. من جهته دعا الجربة الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدة أكبر للثوار، كما طالب واشنطن والقوى الإقليمية ببذل جهود قصوى لمعالجة الوضع في العراق. في ظل رفض رئيس الحكومة العراقية نور المالك التنحي عن منصبه، دعا المرجع الشيوعي السيد علي السيستاني إلى تسمية الرؤساء الثلاثة للبلاد قبل الاجتماع الأول لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل. مهلة ثلاثة أيام حددها المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني لاختيار قادة جدد للبلاد في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالعراق. السيستاني دعا في خطبة الجمعة والتي قرأها مساعده الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى اختيار رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يوم الثلاثاء المقبل. المخطط الذي يهدف إلى تفكيك هذا البلد وتفكيكه وتقسيمه، لذلك يجب أن يكون لدينا الحذر والوعي ونفوت الفرصة على أعداء العراق. فإن المطلوب من الكتل السياسية الاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال الأيام المتبقية إلى ذلك التاريخ. رفع الغطاء السياسي والديني عن المالكي يأتي في ظل التصدي الأخير لدعوات من خصومه وحلفائه للتنحي، مستكبلا سياسة المواجهة العسكرية ضد المسلحين. في هذا السياق كشف عن شراء مقاتلات سوخوي مستعملة من روسيا وبيلاروسيا لدك معاقل تنظيم داعش. تزامنا أكد رئيس أقليم كردستان العراق مسعود برزاني أن سيطرة الأكراد على كركوك ومناطق أخرى متنازعا عليها مع بغداد أمر نهائي ولا تراجع عنه. كلام برزاني جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الذي استبعد تدخل بلاده عسكريا في العراق ودعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني. وسط هذه الأجواء تحدثت معلومات عن تحليق طائرات من دون طيار مزودة بالأسلحة في أجواء بغداد، فيما سيطر مسلحو العشائر على بلدة منصورية الجبل في محافظة ديالى تمهيدا لاقتحام العاصمة،
كما استولوا على منطقة التأميم في الرمادي بعد انسحاب قوات الأمن منها. وفي سوريا سقط عدد من الأطفال في قصف بالبراميل المتفجر على كل من حلب وإدلب، فيما قتل عدد من عناصر حزب الله في كمين نصب لهم في بلدة قارة بريف دمشق. طالما أن تدفق عناصر حزب الله مستمر إلى سوريا، فهذه الضربة لن تكون الأولى وربما ليست الأخيرة لعناصر حزب الله في القلمون بريف دمشق، حيث سقط أكثر من 10 عناصر للحزب بين قتيل وجريح في كمين نفذه الجيش الحر لحوالي 20 عنصرا حاولوا التسلل إلى جرد مدينة قارة. يأتي هذا في وقت تجددت المواجهات بين كتائب الثوار وقوات النظام على الجبهة الشمالية من مدينة دارية بشتى أنواع الأسلحة وسط قصف جوي ومدفعي طال المنطقة. وفي قصف بالبراميل المتفجرة سقط عدد من الأطفال والنساء في مدينة بنش في ريف إدلب، كما قتلت امرأة وطفلة وأصيب عدد آخر من المدنيين بجروح في غارة جوية استهدفت مدينة تل رفعت بريف حلب، وخلف القصف دمارا واسعا بعدد من المنازل. وفي المقابل استهدف الجيش الحر بالمدفعية والهاون مقار لقوات النظام في حي الشيخ نجار بحلب في مدارة معارك بحي الخالدية. إلى ذلك دارت اشتباكات في حمص بين الجيش الحر وقوات النظام في قرية أم شرشوح بريف المدينة الشمالي وسط قصف عنيف للطيران الحربي أدى لسقوط عدد من الجرحى. البراميل المتفجرة انهالت على بعض الأحياء في الجنوب وتحديدا على بلدة نوى في ريف درعا. إلى اللاذقية وتحت وابل من القصف العشوائي واصل الجيش الحر استهداف مقرات الشبيحة في مصيف سلمى. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. لا نتدخل ونفتح أبوابنا ونوافذنا من أجل أن تدخل حمم هذا البركان إلى لبنان. استمرار التخطيطات في تفجيري الروش والطيوني، والجيش يعثر على مواد متفجرة في فنايدق. نسبة الإشغال من 82 نزلت ل 59-60 يعني. تراجع في نسبة الحجوزات ومغادرة قسم كبير من السياح العرب والأجانب بسبب الوضع الأمني. كاري بحث أزمتي العراق وسوريا مخادم الحرمين وواثق بقدرة المعارضة السورية المعتدلة على التصدي لداعش. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أننا مستمرون في الخطة الأمنية دون توقف.